نرصد لكم الأجواء ساعة بعد الإفطار بطبيعة الحال كما كتشوفوا معنا عبر المباشر، فالهدوء يعم المكان وحركة السير يعني ضئيلة جدا، والهرج الليلي اللي متعودين عليه دائما في مثل هذه الأحياء، فأنتم كما كتشوفوا إخواني الكرام فربما الحركة ضئيلة جدا، فغادي نحاولوا أننا ندخل مجموعة من الأزقة ماشيين على الأرجل بطبيعة الحال باش أننا نكونوا قراب يعني من كل ما يجري داخل هذا الحي، باش نشوفوا الساعة بعد الإفطار والأجواء الليلية داخل هذا الحي الشعبي اللي هو بطبيعة الحال معروف بمدينة أكادير. وأنتم ربما يعني كما تشوفوا يعني الأجواء هادئة جدا، والسكينة والهدوء هي التي تعم المكان كما تشوفوا معنا عبر هذا المباشر. أنتم يعني لا حركة ولا أي شيء بالأزقة سوى الهدوء التام كما تشوفوا معنا خلال يعني هذا البث المباشر. أنتم إخواني الكرام ومتابعي قناة شوف تي في بطبيعة الحال، انتما يعني هدوء تام وسكون بالأزقة ديال هاد الحي كما كتشوفوا بطبيعة الحال. فقط كنحاول دائما نقربكم بطبيعة الحال يعني من الأجواء الليلية على الأحياء ديال مدينة أكادير، خاصة الأحياء الشعبية كما كتشوفوا يعني لا شيء بطبيعة الحال يوحي بأننا في شهر رمضان اللي ربما في بعض الأحياء كيكون الهرج الليلي كيكون الناس خارجين بالليل، لكن في هذه المنطقة انتم كتشوفوا يعني كل شيء داخل دارو كأننا في حجر صحي. انتم إخواني الكرام يعني لا شيء بتاتا يا اخي هذه منطقة الدرقة اخويا، بالنسبة للناس اللي كيسولوا هنا منطقة هذه فمنطقة الدرقة نواحي مدينة اكادير. انتم كما كتشوفوا معنا الاجواء الليلية هنا بالمدينة بطبيعة الحال، انتم كما كتشوفوا فقط كنحاول دائما نقربكم يعني من الأجواء الليلية بمختلف المناطق، من بينها يعني هذه المنطقة اللي هي معروفة نواحي مدينة أكادير بطبيعة الحال اللي هي منطقة شعبية بامتياز كما كتشوفوا معنا. لا شيء في الشوارع الأزقة يعني تقريبا الأزقة خالية تماما، انتما كل شيء يعني داخل المنزل ديالو ساعة بعد الإفطار، أزقة خالية تماما، الشوارع خالية انتما كما كتشوفوا.
تحياتي لك اخويا اشرف مراد، تحيه ايضا الاخ الكريم. انتم كتشوفوا اخوانا الكرام، يعني الهدوء والسكون يعم المنطقه في هذه اللحظات. بطبيعه الحال ساعه بعد الافطار، انتم كما كتشوفوا لا شيء بالشوارع. هدوء شبه تم. احمد ايت سيدي علي، تحياتي لك خويا. بابا علي رسالة شحال هادي، ماشي نص ساعة دابا بالسالة فقط. يعني المنطقة هي منطقة لي شعبية بطبيعة الحال، وربما الهدوء هو سيد الموقف بهذا الحي كما كتشوفوا معنا بطبيعة الحال. انتما يعني جل الأزقة خالية تماما ساعة بعد الإفطار، فقط كنحاول أننا نرصد لكم يعني الأجواء ونقربكم يعني من هذا الأجواء الليلية هنا بعاصمة سوس مدينة أكادير بمختلف المناطق بطبيعة الحال كما كتشوفوا معنا عبر هذا البث المباشر من هذا الحي اللي هو حي عريق وحي شعبي بامتياز هنا مدينة أكادير. شوفوا الحركة الليلية، الشيء اللي كيتضح لنا بأن المنطقة هادئة والهدوء والسكينة هي سيدة الموقف بطبيعة الحال. انتم من مختلف الأزقة خالية تماما، يعني لا شيء يذكر بتاتا.